واش راك تقرا؟ تحضيري. تحضيري مين سمى ماكش تقرا انت؟ نقرا. اسمك تروح تلعب؟ تروح تلعب في التحضير. نقرا. واش تقرا؟ واش قريتو اليوم؟ واش من واش من صورة؟ وين صورك حافظها؟ وين صورك حافظها؟ حافظين في طاعة. روح اقرا هذه ترى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين ولا عليكم حافظين، كراما كاتبين، يعلمون ما تفعلون. صدق الله. أروح. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. صح. يعطيك الصحة يا وليدي. والله يعطيك الصحة. الله يبارك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم رانا زونا سان جويي. سان جويي معروفة غير دي فيلا. كالم. سيتي سيتي تري كالم. ومع أخينا واش راك أخويا؟ الله هذا وين ناض؟ هذا وين طيشوا السرير؟ هذا وين زورة قالت له خرج برا. قد راهي محضور السياسي والله غير عجبت الظهور عجب واحد ساعتين غير با ساعتين غير با يعني ساعتين غير با تما جبتها من قول لقول انت 4 سوايع يفطر المهم بارطاجيو لا فيديو هذيك اللي مشى ابوني ابوني واللي لايكوا لا فيديو وديروا جيم وكثروا لي كومونتير ديما نقول لكم كثروا لي كومونتير لي فيديو مازال ما نكملوا مع شهر رمضان بعد نصفيه ان شاء الله بعد نصفية ان شاء الله نولي نخدمو فيلم مش في النهار نولي نخدمو لي فيديو في الليل اجواء رمضان في راس الوالد بصح في الليل مش في النهار مع اخينا كيما تحكينا كيما تحكينا كيما تحكينا هذا هو النص وصعبكم صحة رمضانكم تعيدوا بالصحة ان شاء الله ان شاء الله نجي نحوس نعيد نرجع ويعاود هذا وصلوا كيما القصة هذيك تاع قالوا واش عجبك في رمضان قالوا عجبني تاع الله اكبر الله اكبر باشا المهم الله المهم تبعونا في الفيديو مازال كاين وراك السلام عليكم رانا في كيوسك ميتشو ميتشو لي صباح رقد ميتشو لي يجيبها من الجول الجول ميتشو تاعنا تاع 5 جويي كيما راكم تشوفوا الله يبارك او نوضنا الرياشة وبدا ينوض في الرياشات واش راك يا ميتشو لاباس بخير بيان صحة لاباس هاك تشوفها وعندو فليكسي هنا وراي بلاكا وراي بلاكا هادي وراي بلاكا فليكسي ها او يفليكسي ولا على 12 تاع النهار وساعتين عندو لا كونيكسيون عندو كلشي لي فريجيدير تاعو مليانين كنت نقصر معكم ميتشو ينوض بكري ميتشو ينوض على 8 تاع الصباح ميتشو هو اللي يحل الحن كيما راكم تشوفوا راهي الحاله راها مستوطة يعني كيما نقولوا ما كانش ينوض بصح عيني راه منفوخين ديريك صحة الهضرة تاع عيني منفوخين ما نعرفش شكون اللي كان قابلو هنا شكون اللي كان قابلك كان طفل خويا بري اي والله طفل خويا انا هذا هو نوض انا ما نوضش وقال لك هو جاي فؤاد هنا قال لي هو جاي فؤاد اللي سناه قلت له هاني هنا يا سيدي هاي هاي المهمة واش نقول لكم واش قلنا سامي تفرجوا فيك واش نقول لهم نقول لهم ديروا ابوني جيم ابوني وصحة رمضانكم صحة فطوركم واش نقول لهم ما ترقدوش بزاف رقدوا يا عبد قال لكم ميتشو رقدوا يا رقدوا يا اهل الجنوب ان شاء الله بارواحكم يعطيك الصحة خويا وكما راكم تشوفوا عنده كل شيء هذا كيوسك صغير انا ما فهمت لا كيوسك لا اليمونطاسيون جينيرال دونك خلطها كيما راه مخلط هو في المنام خلطها في الحانوت وقال يبات ينوم ويبدا يجيب انا قريب نلقاو اللبسه لهنايا الله يبارك او تقاشر وكاين قال لكم والله غتقاشر وكاين وقال لك حتى تقشر وكاين تسمى كيوسك هذا مودرن وراه تاع كل شيء لي جوي كاين كل شيء اي والله اي خلاص كيوسك لازم كيتمان المهم حنا نقول لكم صحه فطورك وصحه سحورك الله يسلمك ورانا توجو في 5 جويي نكملوا الفيديو تاعنا في 5 جويي ان شاء الله اسمك كل يوم قد شنو الصباح
منوض وين انا؟ اه منوض جوي السبعه. انت تنوض السبعه؟ ايه. وهو ميتشو؟ هو ميتشو هذا ينوض وقيله جويه قريب حتى هذا هو الوقيله يتحرك. هذا وين تحرك؟ هذا وين طيشو السرير؟ قلت له الزوره كرهت منك. مخدر السرير السرير. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. واش راكم بخير؟ اهلا بكم زرتنا بركه خاوتنا. اه صح راكم معنا اليوم ان شاء الله كما يقولوا كيف يقولوا عصام. صح رمضانكم. صح رمضانكم خاوتي. صح صوموا بالصحه ولنا ان شاء الله. والعمل والعمل عباداتكم تشوفوا كما راكم تشوفوا احنا جماعه نوضوا صباحنا خدموا من 8 خاوتي. عمل او تعرف عباده سورتو في رمضان. سورتو في رمضان حاجه سورتو في رمضان لازم لازم. وكلمه الاخيره. وكلمه الاخيره الحمد لله يا ربي والحمد لله. يعطيكم الصحه. السلام عليكم. كنتوا ما كنتوا مع اجواء رمضان في راس الواد. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. توجور في اجواء رمضان. اليوم رانا في 5 جويي. صدفه طحنا مع ميكانو هنا. على ميكانو هنا راه يخنتش من داش راه يدير كيما يفكر في زليبيه ولا كيما يفكر في البقلاوه ولا. واش راكم يا جماعه؟ لاباس خير؟ واش راكم مع رمضان هذا؟ تري تري بيان. تري تري بيان. مليحه اليوم واقيلا تصب المطر. ها؟ تصب المطر اليوم ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله اذا كبر ربي. وانت واش قلنا؟ الله كسبنا البرد. اختي ما كاين لا برد لا والو. نشوف يا انا ها والله غبيا السماء كيما راكم هو السماء كري. ها السماء كري. الجو مليح. تاع رمضان. ما نعطشوش حتى سي نورمال ماكش لابس لابس سيرفيت ماو كلاكيت سي نورمال هذه يقول لي نديك له البرد يا اخي هكذاك والله كلمه صغيره للناس اللي يتفرجوا فيك كلهم بصحه رمضانكم وصحه فطوركم ان شاء الله يعقبوا علينا بالصحه والعافيه انت اخينا يا خويا اش راح نقول لك؟ نعسان انا هذا وين خلصت الخدمه هذا وين مروح هذا وين مروح؟ فكرت خدمت واني زعما مروح قداش نوض الصباح ماله؟ الصباح ستة. لا سي بور سا عينيك راه راك تشوف الفراش يعني راك تشوفو ذهب دوك. اسكت اسكت. الفراش كيف راك تشوف فيه؟ قول لي كيف راك تشوف الفراش؟ رقدة وترقد حتى العصر ولا المغرب ولا؟ العصر برك. العصر برك. ما يكفيكش الوقت. ما يكفيش وقت مي طوموبيل سيدي راني راقد صلي الظهر. سي بور سا. هاي المهم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هاي كيما راكم تشوفوا. هذا هو 5 جوي كما راكم تشوفوا رانا في 5 جوي ادخلي رانا في 5 جوي ها راكم تشوفوا 5 جوي فرغانة هذه متوسطه تاع 5 جوي ها هذا 5 جوي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. توجور في أجواء رمضان في راس الواد. اليوم رانا 12 رمضان 1443. أنا ديجا أنا جبناها ها جبناها يا خي هكذاك رانا في المنجرية هنا وتعمل المنجرية هذيك. لقراح حكيم الله يبارك. واش راكم؟ أهلا بك صافا لاباس بخير؟ صافا وعندنا الخدامة كما راكم تشوفوا هي خدموا دوكا راهي الساعة قد راهي ساعتين ونص هكذاك ساعتين ونص ساعتين وعشرة الله يبارك ساعتين وعشرة الطقس برا بارد واش قلت في الطقس تاع برا؟ الله يبارك بارد ان شاء الله ان شاء الله المطر تصب ان شاء الله المطر واش راكم مع الخدمة راكم قداش راكم تخرجوا؟ قداش راكم تجيو قداش راكم تخرجوا؟ صار ديبو رمضان هذا يعني في شهر رمضان حاسس على شهر رمضان برك تسعة الربعة ثلاثة لح هذاك هو كل نهار وقسمه كل نهار وقسمه واش تعطينا كلمة صغيرة الناس راهم يتفرجوا فيك نقولوا الحمد لله اللي سنا سنا الحمد لله جانا بخير الحمد لله ولله وان شاء الله على الأمة الإسلامية آمين وراس الواد خاصة خاصة يعطيك الصحة خويا السلام عليكم هيا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اليوم رانا عند زهير الشريفي زهير الشريفي معروف استاذ انسيان استاذ خرجت روتريت ولا ما خرجتش يا زهير واش راك؟ بخير خرجت روتريت؟ الحمد لله الحمد لله انسيان كنت استاذ يا اخي كنت استاذ في
ها ايه فيزياء فيزياء الله يبارك الله فيزياء الله يبارك الحمد لله. هو دوك انا في الخردة نغسلو في الكوزينيير. معليش معليش نورمال نورمال قال خدام رجال سيدهم الحمد لله. آه الحمد لله. وانت استاذ واش راك بخير لاباس وتقول الناس راهم يتفرجوا فيك في شهر رمضان هذا؟ يا خويا انا جينا نتفقدوا هذا اللي يكثروا ميناجي عند سيزون بحال متواضع شويه بحال نورمال تاع ناس. هذا هو الخرده هذه ياك وهي يعني والله ما هي ماشي خرده يعني بابا با حوايج جدد ماشي يعني خرده خرده فهمت. وفي متناول ماشي يعني حاجه اللي لوكو نشوفوا ترى مع الـ مع الـ كيما قلت خرده. هذا ما نقولش خرده بس ماشي هي هو هي تقولها هما يقولوا خرده وحنا راه نشوفوا حاجه اخرى ادوات مستعمله مستعمله وكاين حوايج راه في كافي في لي كارطون في الكارطون كاين باش يعطيك الصحه. ايه رانا محل رانا في اجواء رمضان وكيما تعرفوا في شهر رمضان الناس تحب تشري لي روبو تحب تشري لي كوزينيير تحب تشري لي ميكرو اوند. ومرحبا بكم عند زهير. زهير عنده كل شيء ما من فريجيدير لي ماشين رافي كيما راكم تشوفوا لي روبو. ها ها مناسبة الشهر الفضيل بغيت نتمنى يعني الجميع الجزائريين خاصة مدينة تاعنا راس الواد هكذاك مهم صحة فطورهم وربي إن شاء الله يبقي الستر على الوقت اللي رانا فيه هكذاك الأسعار شوية غالية والشعب مسكين ثاني راه يعاني ربي إن شاء الله مهم يكون عوننا وخلاص في هذا الامر ان شاء الله الكريم وصحة فطوركم صحة فطور جميع المسلمين. يعطيك الصحة سيدي والسلام عليكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعطيك الصحة سي زوير. كان زوير هذا استاذ في الفيزياء انسيان بروفيسور في الفيزياء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم رانا في لاسوسيسيون الحياة لمرضي كونسيروز في راس الواد ومن طون سون اسوسيسيون دو لا بروتيكسيون دي زوفران جايه في 80 جوان. هذه الاسوسيسيون هذه ملي بدا رمضان ملي بدا رمضان بصح حنا راه ما نحبناش يعني نكون سير شارج في الميديا تيوري ملي بدا رمضان هي راهي كيف في الافطار في الفطور يعني مجانا يعني مرحبا بكم اللي ما عندوش وين يروح وين يفطر وهذاك منا ولا اللي محتاج ولا اي محتاج ولا هذاك منا يجي للاسوسيسيون هذه في لي 80 جوان يجي يفطر ومرحبا به ويدي لو ميور ويدي حتى يدي من الماكله معاه ولو ميور لو ميور اكوي وسوا ريزيرفي وصح فطوركم وما تنساوش اللي ماشي ابوني في لاشين تي هي ابوني ولايك في الفيديو تي ديروا جيم وما تنساوش لي كومونتير والسلام عليكم وصح فطوركم. كما راكم تشوفوا انا داخلين دوك لاسوسيسيون تاع الحياه ومباشرة ديريكتومون ندخلوا لو ريفيكتوار. لو ريفيكتوار ديجا رانا كيدير الساعة دوكا هي ساعتين ونص ثلاثة تاع العشية ديجا توتي بريباري توتي بريباري يعني حاجة ما تخص نظافة كيما راكم تشوفوا. هادي لاسوسيسيون هادي خاصة سبيسيالمون الناس اللي ما عندهمش حتى اللي حاب يدي معاه يدي معاه. ها كيما راكم تشوفوا ها كيما على بالكم في لي فيديو تيوري ديما انا لامبروفيست مانيش نجي هكذاك ولا يعيطوا لي ولا نروح انا ديما باسكو انا خدمت اليوم 5 جويي من 5 جويي عقبت على لاسوسيسيون قلت والله غنضرب طله هكذاك بالصدفه. ها ويا ديجا مقابل رمضان هما ملي بدا رمضان بداو ديجا يخدموا هذا ريفيكتوار دوك شويه هكذاك نوريكم لا كويزين. ها هذه مصلى هذه يصلوا فيها الناس. ها هو الإيمان وين يجي؟ ها راس الإيمان وين يجي؟ ها كيما راكم تشوفوا ها وهاني بديتها هاي كيما راكم تشوفوا لا كويزين. ها هذا سي لي بلا تاع اللحم حلو لي سلاد كيما راكم تشوفوا دقلة ها دقلة هذا البوراك مازال ما طابش ها مازال حي هذا روز طاب هذا الحمل الله يبارك
حلت راه شوفوا ترى الله يبارك ما شاء الله شربعة طلع ترى شوفوا ترى الله يبارك هذا المثال الله يبارك كاميرا تشم الريحة ولا ما تشمش؟ ما تشمش كون جات تشم الريحة رانا درناها في الآخر رانا درناها في الله يبارك ها هو هذه واش فيها؟ هذه خدمة فيها الأصل هذه تاع الطاجين الحلو تاع الطاجين الحلو فوالا هاي صح هاي كيما راكم تشوفوا ها هذه عرسة واعرة دوك نشوفوا الوعرة با 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 هذا واش هو هذا؟ هاي والله روز الله يبارك دوك نديروا كيلكفو يا اخي طاوي ولا ماشي طاوي انت؟ طاوي طاوي صغير واش تخدم؟ تخدم الخضره ولا تخدم البصله ولا شو تخدم؟ واش راك تخدم؟ طماطم ما تخدم والو واش راك واش راك تبيع؟ طراطم هذا طراطم بركة ايه واش تزيد تبيع هنا؟ تبانة ايه زيد ايمن زيد ايمن وراه وش يبيع؟ في الطماطم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اليوم صبحنا مع الحاج الله يبارك وش راكم الحاج لاباس بخير وش قلنا سامي يتفرجوا فيك؟ السلام عليكم كل سنة وانتم طيبين ورمضان مبروك وربي ان شاء الله يتقبل منا ومنكم يعطيك صحة الحاج السلام عليكم وصحة فطورك وصحة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كالعادة رانا في كارتينا كارتي القدس كارتي شراد بالقاسم رانا مع الشيخ ميلود والشيخ العربي ربي إن شاء الله يطولهم في عمرهم كما تعطينا كلمة صغيرة أنا سامي تفرجوا فيك عمي ميلود ولا أنا طول عربي هاي عمي العربي هاي كلمة صغيرة أنا سامي تفرجوا فيك صحة رمضانكم صحة سحوركم صحة 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 وخلاص صحة وخلاص اخي لاباس الحمد لله راك لاباس والله غابيان دولة تسلك في شعبها ودير في تساوي شعبها دقيقة بركة السلام عليكم رانا توجور في راس الواد المطرة بدات تصب في راس الواد راهي 3:30 العشية ولا 4 كدا راهي 3:30 23 اكزاكتومون 23 طقس كيما راكم تشوفوا راه غايم شوية حالة راهي ان شاء الله تصب مطره مليحه انا نطلبوا ربي سبحانه يعطينا مطره مليحه على الاقل فلاحات تمشي ويتنحينا لنا الغبار هذاك والمرض ولي صايمين نقول لهم انا صحه فطوركم والله يرحم الله يرحم الشهداء الله يرحم امواتنا وش نقول هذا ما كذا ما هذا ما هذا ما عندي ما نقول ولي مريضين ربي يشافي ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته